هذا وأكد الرئيس السيسي أن الدولة أطلقت مبادرة حياة كريمة رغم جائحة كورونا، موضحا أن هذه المبادرة تستهدف تطوير حياة 60 مليون مواطن، وذلك لمجابهة تداعيات الفقر التي تسببت عنها الجائحة. وأشار إلى أن معدلة الفقر وحجم نسب الفقر زادت بعشرات أو مئات الملايين خلال الجائحة. المشروع ده اللي بنسميه في مصر حياة كريمة بيستهدف مجابهة تداعيات الفقر اللي تسبب عنها هذا الكوفيد، مش على مصر بس، على العالم كله. معدلات الفقر لا شك، معدلات الفقر لا شك، حجم نسب الفقر في العالم كله زادت بعشرات ويمكن مئات الملايين نتيجة الجائحة. فاحنا في مصر أطلقنا أيضا برنامج آخر، هذا البرنامج هيتكلف من 600 ل 700 مليار جنيه خلال الثلاث سنوات، بدأنا من العام المالي اللي احنا موجودين فيه دلوقتي، عشان تستمر عجلة الاقتصاد ومعدلات النمو بشكل كويس. وزي ما بقول، احنا من الدول القليلة التي حققت معدلة نمو. احنا حققنا 19-20 3.6%، وحققنا في 2021 3.3% معدل نمو. وانا اتصور ان في دول كثيرة جدا لم تستطيع، او دول لم تستطيع ان تحقق هذا الامر.